السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولاد بناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة اليوم 29 للدورة بتاعت الفراخ. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، حاجة كده تفرح القلب. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين الكتاكيت عاملين ازاي؟ بقوا فراخ، اوزانهم جميله قوي، مع جين الكيلو وشويه كمان. يلا يا حبايبي ما شاء الله، الله اكبر، جميل جميل. دي بقى انا نظفت لهم بالليل دلوقتي بعد صلاه المغرب، ويناموا بقى على الاكل النجيف ده هوت والميه النجيفه. نصبح الصبح نفس اللي بنعمله بالليل بنعمله الصبح والظهر. ربنا يعيننا بقى ان شاء الله لحد ما تخلص الدوره دي ان شاء الله. ما شاء الله شكلهم حلو وجميل جدا. شوفوا العرف بتاعهم عامل ازاي. انا طبعا حط لهم دي شيشة الشعير، وطبعا بحط لهم الفيتامين اللي هو ضد السموم، بحط لهم يعني حاجات في المية ضد السموم، لان كان عندهم اسهال شوية كده من تغيير العلف. فالحمد لله رب العالمين لحقت بسرعة. الخل بقى والبصل الصبح مع الثوم دي احسن حاجة، وكمان العسل الاسود مع المية بيديهم طاقة بقى ويخليهم ياكلوا. بسم الله ما شاء الله يعني. بس يا توت صرخي ليه انت وهي؟ ها يلا صلوا على النبي يا جماعة، وان شاء الله يا ريت تجربوا التجربه الحلوه دي. اي نعم هي متعبه بالنسبه لي انا على الاقل، انا يعني الصغيرين مش هيحسوا بالتعب ده، هيحسوا بالجمال والحلاوه. وان شاء الله تكمل على خير يا رب ان شاء الله، واشوفكم في فيديو قادم لو كان في العمر بقيه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.